بسم الله، هذا باراجرافك كان يتكلم عن بيوتي اور برين. التوبك حقت توبك سنتنس حقتك هذه اللي هي وات از مور امبورتنت تو بي بيوتيفول اور سمارت؟ اوف كورس بوث. صيغه استعمال الكويستشن، صيغه الكويستشن طرح التوبك سنتنس بطريقه سؤال، هو شيء راح تدرسونه في سمستر 3، كيف انه يكون في المقدمه عندك سؤال لجذب القارئ. لكن في سمستر 1 كانوا دائما يقولون لنا تجنبوا انكم تحطون التوبك سنتنس بصيغه سؤال، اهم شيء يكون فيها توبك وكنترولينج ايديا، بس مو بلازم تحطونها بصيغه سؤال لانه شيء لسه ما درستوه. فافضل تخلينها كذا both of beauty and smartness are important. وراح نرجع للtopic sentence بعد شوي، بس نمشي في الباراجراف. الحين هذه المين بوينت الاولى حقتك. First, people care about how they look like from outside more than they should be. هذه هي الفكرة الأولى. الحين يفترض أن اللي بعدها تكون تفاصيل عليها، ولكن اللي بعدها إيش؟ The social media these days made many people think that is being beautiful is the most important thing in the world. الحين هذه عبارة عن مين ايديا ثانية، هذا موضوع ثاني اللي هو اثر السوشيال ميديا على اشكال الناس. كيف ممكن لهذه الجملة انها تكون عبارة عن تفاصيل او تفنيد او شرح للفكرة الاولى؟ انت بالفكرة الاولى تقولين ان الناس ايش يهتمون باشكالهم اكثر من اللازم. يلا اشرحي لي، اعطيني مثال، اعطيني قصة، دللي على كلامك. كيف يعني الناس يهتمون باشكالهم اكثر من اللازم؟ اعطيني احصائية، اعطيني دليل، اعطيني يعني تفاصيل او شيء واحد على الاقل عن هذه النقطة، انهم يهتمون باشكالهم اكثر من اللازم. لكن انت ما سويتي كذا، انت بالعكس حطيتي مين ايديا ثانية. هذه تعتبر مين ايديا ثانية اللي هي أثر السوشيال ميديا، هذه مين ايديا ثانية. مو بس بعدين قلتي which is totally wrong idea because we all know beauty is going to fade away when we get older. طيب هذه مين ايديا ثانية، مو بس مين ايديا ثانية، يعني الحين انت هنا حطيتي ثلاثة مين ايديا، مو بس انما هذه ما تمشي مع الباراجراف حقك بكبره. احنا في الكورس وش قلنا؟ قلنا التوبك سنتنس يكون فيها كنترولينج ايديا ويكون فيها توبك، وتكون مثل المظله اللي كل الافكار اللي بتكتبينها بباراجرافك مشموله تحت التوبك سنتنس. التوبك سنتنس وش يقول لي؟ يقول لي انه الجمال والذكاء كلهم مهمين. انت هنا لا تقولين الجمال بيتلاشى، هذا غير ان هذه اصلا ما تعتبر تفاصيل على المين بوينت، وهذه البنفسجية الثانية ما تعتبر تفاصيل على المين بوينت، كلهم الثنتين عبارة عن مواضيع مختلفة. ايضا انت عندك هذه الجملة اللي هي the social media these days made many people think that being beautiful is most important thing in the world, which is totally wrong idea because الحين which و because احنا نسميها coordinating conjunction. في عندك قاعدة ابحثي عنها في اليوتيوب اسمها complex sentence، الجمل المعقدة. الجمل المعقدة يكون عندنا فيها subordinating conjunction اللي هما مثل هذه الكلمات. الخلل هنا في علامات الترقيم،
ما تحطين نقطة هنا، على طول تمشين. important thing in the world which is totally wrong idea، ما في فاصلة، تمشين. ليش؟ لأن هذول الكلمتين جو بنص الكلام. لو لما تشوفين مقاطع بالcomplex sentence بتفهمين، وإذا ما فهمتي قولي لي. يعني هنا ما في نقطة ولا فاصلة. طيب إذا أنت عندك هنا الفكرة الأولى فيها لخبطة. الأول شيء أنت ما عطيتيني تفاصيل على الفكرة المين آيديا الأولى، اللي هي أنه الناس يهتمون بأشكالهم أكثر من اللازم، ما شرحتي لي كيف. حطيتي مين آيديا ثانية اللي هي السوشيال ميديا، بعدين خالفتي موضوع أو وحدة باراجرافك بأنك قلتي الجمال بيتلاشى، رغم أنك في البداية تقولين أنه مهم. ننتقل الحين عند الفكرة الثانية اللي هي next some jobs need you to be beautiful that kind of jobs need you to care more about how you look like such as modeling. تمام. On the other hand some important jobs need people more intelligent that kind of jobs need you to be more clever such as doctors or teachers. على طول تحطين such as، ما في قبلها نقطة. مثل هنا، هنا صح عليك. دائما أي جملة لازم يكون فيها فاعل وفعل، وأحيانا يعني غالبا بعد object اللي هو بسميه مفعول به. طيب هذه الفكرة الثانية، برافو عليك. فالconclusion in short both of smartness and beauty are important for some jobs but what is going to stay with you forever and makes you special and different from others is your brain. طيب هنا في خلل، هنا عندنا خلل. انا اشوف انه الconclusion مفروض تكون او الconcluding sentence in short both of smartness and beauty are important، وهذه بتصير restatement للtopic sentence حقتك، او تخلينها in short both of smartness and beauty are important for some jobs نقطة. لكن في هذه الحالة صار موضوعك عن الجوبز، عن أهمية الجمال والذكاء في الجوبز في الوظائف، هذا هو التوبيك حقك. معناتها لما نرجع للتوبيك سنتنس بتكون both of beauty and smartness are important in jobs، وبيصير هذا هو موضوعك. بيصير موضوع الباراجراف مو بس أهمية البيوتي والسمارتنس، لا، أهميتهم في الجوبز. وتجيبين بالإضافة إلى هذه الفكرة تجيبين ثنتين زيادة وخلاص يصير باراجرافك. هذا اللي فوق في حوسة الفكرة الأولى. طبعا ليش ما راح نكمل، ليش ما راح نكمل ونقول but what is going to stay with you forever and makes you special is your brain. نفس اللي قلت لك هنا انت لما قلتي because we all know beauty is going to fade away when we get older، انه هذه جملة غلط لانها ما تتوافق مع موضوع باراجرافك اللي يقول ان الجمال والذكاء كلهم الاثنين مهمين. هنا نفس الشيء، انت ما يصلح تكتبين باراجراف تتكلمين فيه ان الجمال والذكاء اثنين هم مهمين، بعدين في الخاتمة تفاجئين القارئ انه ايش، تفاجئينه انه لا ترى البرين اهم. ما يصلح. هذا ممكن يكون موضوع باراجراف مستقل، اهمية الذكاء على الجمال، لكن طالما أنك حطتهم كلهم الاثنين مهمين إذن لازم تتكلمين عن أهميتهم الاثنين، ما تفضلين واحد على الثاني. وهذه لما يجيكم في الاختبار هذا النوع من الخاتمة يجي في الاختبار،
مثلا كذا باراجراف، بعدين تجي الكونكلودينج سنتنس، خيارات يقول لك اختاري الكونكلودينج سنتنس الصحيحة، فيجيب لك كونكلودينج سنتنس برضو نفس كذا فيها فكرة شاطحة أو فكرة مخالفة أو تتناقض مع موضوع الباراجراف. مثل ما أنت هنا تتكلمين عن أن الجمال مهم، بعدين في النهاية تقولين الذكاء أهم منه. أيضا هنا في خطأ ثاني، هنا قلتي some jobs need you to be beautiful، بعدين هنا قلتي some important jobs need people more intelligent. مين المخاطب في الباراجراف حقك؟ المخاطب لازم يكون نفس الشيء، هو شيء واحد طول الباراجراف. إذا يو تمشين على يو طول الباراجراف، إذا المخاطب هو ضمير آخر مثل people أي شيء آخر لازم يكون هو طول الباراجراف، ما تسوين ميكس بين الاثنين. وانت في باراجرافك ما كان المخاطب يو، كان يغلب عليه طابع انه تتكلمين بصيغة رسمية اللي هي ان المخاطب ضمير اخر، ما تخاطبين القارئ نفسه، كنت تتكلمين بصيغة معلومات مباشرة بس سرد، ما كنت تخاطبين القارئ، وهذا الاسلوب هو الافضل. فهنا تغيرين يو، تحطين بيبل. وإذا ما فهمتي شيء تواصلي معي.